وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أجرى مباحثات واسعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول القضية الفلسطينية. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن هناك اتفاقا مصري فرنسي على احتواء التطورات في قطاع غزة وعلى عدم اتساع دائرة العنف. تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات اكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية ان الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى، ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف، وان يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة.